ما فشل عمر ابن سعد من اغراء الامام العباس عليه السلام بالمال والمناصب، اراد الانتقام من الامام العباس عليه السلام. سافر يشتري من الروم فارس حوك حتى يقابل العباس بالعسكر. لقى واحد يخوف بيده لون خدود، بكثر ما ساطر الوادي متجف احمر. رومي وعايش بغابة ولعبت الصيد، وانا على الفرس بالقصص اتخير. لا تاخذ نضد واحد بخزرة يطيح، اقل شي يكون ارد من يمك بعسكر. افق بي عمر خلاه بصدر الجيش، بصدر الجيش، وانت تخيل المنظر مثل طلعت شمس بين وجه عباس. شاف الروم وقام سنونه تتكسر.